السلام عليكم البنات، مرحبا بكم معايا في قناتي، قناة جوابالاتي شهيوات. اليوم غادي نقدم لكم عصير جد لذيذ ورائع ومنعش بالكاكاو والموز. الجوتي ديال الوليدات كيجي روعة روعة روعة، نتمنى تجربوه وينال اعجابكم. ندوزو المقادير. بسم الله على بركة الله. سنحتاج الى 3 حبات من الموز مقطعة الى دوائر، لتر من الحليب، انا استعملت الخالي من الدسم، 3 معالق كبيرة من الكاكاو المر من النوع الجيد، 3 معالق كبيرة من السكر لاكاسونات او السكر الاشقر هو هذا. بالنسبة للكاكاو انا استعملت هذا ديال ليدل، اما بالنسبة للسكر فاستعملت هذا، ممكن لكم تلقاوه في اي سوبر ماركت. دابا ندوزو لطريقة التحضير. بسم الله على بركة الله، كتعرفوها كاملين. غادي نوضع جميع المكونات في الكاس ديال المولينكس، نطحن ومن بعد نرجع معاكم باش بلا ما ندير عليكم الحس. بعد ما ميكسيت جميع المكونات البنات، كان هذا هو الشكل النهائي ديال العصير ديالنا. الصراحة كيجي لذيذ لذيذ بزاف ورائع، نتمنى تجربوه، حاجة سهلة مهلة لقوتي لوليداتكم. وانا قدمته هكذا، زينت الطبق بالكوكوا واوراق من نعناع، تقديم دائما اختياري انا، فقط كنعطيكم يعني افكار وصافي. نتمنى تجربوه وينال اعجابكم. ستجدون رابط الوصفه مكتوبه في صندوق الوصف على موقعي www.latishiwat.com. لا تنسوا تتبع القناة والاشتراك بتفعيل الجرس. انا انتظر تعليقاتكم وانتقاداتكم. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.